الشعب الليبي، وبالتالي تكون يجب ان تكون اموال الشعب الليبي للشعب الليبي لتطوير وتنميه الدوله، لرفع معيشه المواطن، لفك الاختناقات جميعا التي يعاني منها هذا الشعب العظيم. وعليه صدر اليوم بعد كلمه السيد القائد العام، نشرنا في الصفحه الرسميه بيان خاص بالقياده العامه، وضحنا فيه كل جوانب هذه المفاوضات، ولكن على ماذا اتفقوا؟ هذا هو المهم الان، وهذا السؤال اكيد لدى كل مواطن ليبي، على ماذا اتفقتم انتم والطرف الاخر؟ على ماذا اتفقنا؟ على الاتي: 1. اعاده تصدير النفط من كافه المواني الليبيه، كامل المواني النفطيه الليبيه من الحريقه الى زويتينا الى مواني من البريقه الى مواني راس طنوف تقريبا 3 الى المواني في المنطقه الغربيه بالكامل تبدا في تصدير النفط. وصدر امر من السيد القائد العام اليوم الى جهاز حرس المنشات النفطيه بالسماح باعاده الانتاج والتصدير. 2. تكوين لجنه فنيه مشتركه من الأطراف التي شاركت في هذه المفاوضات تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل لتلك الإيرادات وفق الأسس المبينة. وفق الأسس اتفق عليها، يجب تستمر هذه اللجنة في توزيع العوائد على الأقاليم الثلاثة مثل ما اتفقت مع القيادة العامة. تتولى اللجنة هذه اللجنة تتولى العمل حتى شهر 12 وبالتحديد يوم 31/12 القادم، يعني 3 شهور، وبعد ذلك تجلس من جديد وتقيم ما قامت به من أعمال وتحدد نجاحات هذه الخطة وتحدد سلبيات هذه الخطة، تعالج السلبيات، وبعد ذلك تضع خطة أخرى للعام القادم إن شاء الله 2021 بإذن الله تعالى. النقطة المهمة جدا، احنا لدينا الآن في البنك الليبي المركزي في طرابلس سعرين لصرف الدولار، السعر الرسمي المعترف به دوليا وسعر السراج اللي هو وضع عليه رسوم بيع الدولار. هذه المفاوضات أفضت إلى اعتماد إحدى هذين السعرين، أما السعر الرسمي أو السعر المعزز برسوم بيع الدولار. بحيث يعني بيع العملة أي جميع العملات، بحيث يشمل كافة هذه التعديل الآن يجب أن نوحد نختار أما السعر الرسمي أو السعر المعزز، ويشترط كذلك توحيد السعر سواء للمؤسسات الحكومية سواء للمؤسسات الأهلية أو للمواطن، يعني هذا السعر يكون هو العامل الرئيسي في بيع الدولار في ليبيا لكافة الأجسام سواء حكومية سواء أهلية. يعني ما فيش حد يأخذ بسعر رسمي وواحد يأخذ بسعر مدعوم أو سعر عليه رسوم، يعني واحد يأخذ الدولار 3 جنيه تقريبا 80 قرش وواحد يأخذ بجنيه 31 قرش تقريبا. هذه عبث وهذا عبث وهذا نوع من أنواع الفساد الذي يجب أن يقفل تماما. 4. وهي مهمة، احنا نعاني في ليبيا، هذه لقد اكثر المواطنين لا يعلم هذه الاشياء، ان المصارف في ليبيا لا تتعامل مع بعضها، منظومة المقاصة بين المصارف مقفلة تماما. الان في هذا الاتفاقية فتح المقاصة ومنظومة المدفوعات الوطنية ما بين المصارف في كافة ارجاء التراب الليبي، وخاصة تلك المقفلة على مصارف المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية كانت مقفلة من مصرف ليبيا المركزي، لا يستطيع مصرف في المنطقة الشرقية تحويل أموال إلى مصرف آخر أو تحويل أي اعتماد للخارج لأن المقاصة مقفلة. هذا التفاوض يحث، مش ليس يحث بل يأمر بفتح المقاصة فورا، وهذا سيساهم كثيرا جدا في حل المشاكل الاقتصادية وسريان الأموال بين المصارف. 5. فتح الاعتمادات والتحويلات المصرفية لكافة الأغراض المسموح بها قانونا، وانتبهوا ما فيش حد يقول كم يزيدوا بها كذا ولا كذا، المسموح بها قانونا. لدينا في ليبيا قانون يعطي الأحقية في الاستيراد البضائع من الخارج، إذا التحويلات محكومة بالقانون الليبي ولكافة الجهات بدون تمييز. ما فيش حد، ما فيش حميدة وأحمد وقصة، ما فيش، كلها واحد الاعتماد، هنا في زوارة في غات كل الاعتماد واحد وبسعر واحد.
ونتم معاملة المصارف على قدم المساواه دون تمييز بالضوابط القانونية الموحدة على الجميع. إذا كل المصارف الليبية تحت قانون واحد في هذا البند. 6. وضع الآلية المناسبة للاستفادة من الرسم المفروض على سعر الصرف. إذا اختاروا السعر المفروض عليه رسم اللي هو عليه إضافة، وذلك يجب أن توضع آلية مناسبة للاستفادة من هذا الرسم. أن لا تذهب هذه الأموال إلى مرتزقة، أن لا تذهب هذه الأموال لتمويل ميليشيات، أن لا تذهب إلى أي أمر فيه نوع من الشبهة، ولكن يجب أن تذهب هذه الأموال إلى مشاريع التنمية وإعطاء الأولوية للمشاريع العاجلة التي تخدم المواطن بشكل مباشر والمناطق المتضررة وإعادة الإعمار. إذا هذه الأموال الآن تم تحديد مصارها إلى التنمية وإعادة الإعمار وقيام المشاريع العاجلة، سواء التي تخدم المواطن بشكل مباشر، سواء المشاريع التي خاصة بالدولة. 7. دعم المؤسسة الوطنية للنفط بما يضمن إعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي وتنفيذ المشروعات على أن تخضع كافة عمليات المؤسسة للتدقيق والمراجعة بالوسائل والطرق المناسبة لضمان الإنفاق بشكل مناسب والشفافية اللازم. ندعم المؤسسة الوطنية للنفط سواء بتأمين الحقول، سواء بتأمين خطوط نقل البترول، سواء بتأمين نقاط التصدير لهي المواني، سواء بتمركز الشركات ندعمها كذلك اقتصاديا لتحسين وتطوير نفسها وإصلاح ما يكون إصلاحها لصالح في بقية الحقول، كل مقبول، ولكن مع المراقبة والمتابعة للإنفاق في المؤسسة. أين تذهب أموال المؤسسة؟ هذه الاتفاق أعطى حق لهذه اللجنة المشكلة بمتابعة هذا الملف. 9. اللجنة لها الحق الاستعانة بأي شخص لديه الخبرة ولديه القدرة في أداء أي وظيفة في هذا المجال، مجال النفط، مجال الغاز، مجال التسويق الخارجي، في هذه المجالات هم أدرى به. الوعاء الزمني لهذا الاتفاق، متى ينتهي هذا الاتفاق؟ هذا الاتفاق ينتهي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. عندما نبدأ في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ينتهي هذا الاتفاق، وتتولى الحكومة الوحدة الوطنية مراقبة ومتابعة تصدير النفط ومتابعة إيرادات النفط مع مصرف ليبيا المركزي ومع المصارف الدولية الخاصة بهذا الملف. إذن هذه المبادرة تنتهي بتشكيل حكومة وحدة وطنية. يعني فيما لو شكلت حكومة الوحدة الوطنية في شهر واحد القادم تنتهي هذه اللجنة وتخرج هذه الأطراف وتذهب إلى مهامهم واقتصادهم، تذهب إلى حكومة الوحدة الوطنية. ما هي مهام اللجنة الفنية المشتركة؟ اللجنة الفنية المشتركة تتولى المهام الآتية بالاتفاق، اتفقوا هم هذه المحاورين اتفقوا على تشكيل هذه اللجنة وأسندوا لها هذه المهام. المهمة الأولى التنسيق بين الطرفين في إعداد ميزانية موحدة تلبي احتياجات كل طرف طبق لتقديرات النفقات والتوفيق في أي خلافات حول المخصصات ووضعها في إطارها النهائي وتعتبر ملزمة للطرفين. يعني هذه اللجنة هي اللي تعد الميزانية أو تدرس الميزانية وتخصص لها الأموال من عوائد النفط. 2. الإشراف على تحويل الأموال المخصصة بالميزانية للطرفين من خلال وزارة المالية طبقا لما هو متفق عليه بالميزانية، ويتم التحويل شهريا لسداد المرتبات البند الأول، أما مخصصات الباب الثاني والثالث والرابع فتتم ربع سنوي. يعني الرواتب تحال شهريا، كل شهر بشهرة تحال إلى وزارة المالية، وزارة المالية تحول هذه الرواتب إلى القطاعات. بقية البنود البند الأبواب الباب الثاني وباب الثالث وباب الخدمات وباب الإنشاءات وباب الصيانة وباب كذا وكذا، هذه ربع سنوي تحال من اللجنة إلى وزارة المالية. 3. التزام المصرف المركزي بطرابلس بتغطية المدفوعات الشهرية أو الربع سنوية المتفق عليها بالميزانية دون أي تأخير، بمجرد طلب اللجنة الفنية المشتركة. عندما تطلب اللجنة الفنية التحويل المبلغ، مصرف ليبيا المركزي ما عندهش أي دور، فقط تحويل المبلغ إلى جهة التي جاءت بها التعليمات، حول إلى
مصرف كذا حول مصرف كذا، ما تناقشش بك على الاطلاق، وهذا مش موضوعك، ما تتدخلش فيه، انت تصرف حسب ما ورد في هذه الاتفاقيه. 4 الاشراف على تحويل مخصصات الباب الثالث اللي هو باب التنميه، والاشراف كذلك على انفاقها في الاوشك والمشروعات المتفق عليها بالميزانيه. الباب التنميه طبعا هذا اكثر باب عرضه للفساد على فكره، لان عقود وهميه واسعار وهميه واسعار خياليه، وبالتالي اللجنه راعت تتمسك بالاشراف على هذا الباب، الباب التنميه، وان تدرس المشاريع وان تحال الاموال الى المشاريع حسب التقديرات وحسب ما تتفق عليه اللجنه. 5 تتولى اللجنه البحث في شكاوى المصارف التجاريه بهدف تسهيل عملهم مع البنك، مع بنك ليبيا المركزي. اي مصرف تجاري، مصرف الوحده، مصرف جمهوريه شمال افريقيا، نحن مصرفنا الحمد لله شويه يعني تحدث معه مشكله مع مصرف ليبيا المركزي، المرجعيه لهذه المصارف هي هذه اللجنه، هذه اللجنه مخوله بحل المشاكل وفك اي سوء فهم او التباس بين هذا المصرف ومصرف ليبيا المركزي. 6 الاشراف على سير عمليات المقاصه ونظام المدفوعات، والتاكد من عدم تعطيل او تعطيل اي اجراء الا لاسباب وجيهه، والتاكد من عدم تدخل اي طرف في هذه العمليات، وان تكون اجراءاتها طبيعيه طالما لا تشوبها شائبه مثل غسيل الاموال. اذا اللجنه تشرف على المقاصه، الاموال تحال من بنك لبنك في الداخل وفي الخارج، اللجنه تشرف عليها هذه الاموال والناشئه، وهذه الاموال شو الاهداف من تحويلها، وهذه في اجراءات في التصدير والاستيراد معروفه، شهايد بالبلد صاحبة البضاعة، البلد المنشأ، هل هذه البضاعة معتمدة في ليبيا أو لا، الشركة اللي معتمدة في ليبيا أو لا. سنعود إلى نظام جمركي السابق لتطبيق هذه القواعد. 7 النظر في طلبات المخصصات الإضافية للبند الأول، يعني البند الأول بند المرتبات، اللجنة لها الحق للنظر في المتطلبات بزيادة البند الأول. مثلا نحن رواتب ليبيا مثلا 10 مليار سنوي، الآن نتطلب هذا الشهر أو 2021 يكون 12 مليار، هذه الزيادة 2 مليار تتم بموافقة هذه اللجنة وتتم عن طريق هذه اللجنة ولا تمانع في ذلك. يعني الباب الأول فقط، باب الرواتب فقط، ولكن بقية الأبواب لا. وكذلك يجب أن الخصم الذي هو يأتي في سواء في الضمان الاجتماعي أو التأمين على المسؤولية الطبية لبعض الشركات وبعض الجهات، هذا شيء من اختصاص هذه اللجنة الإشراف على قطع هذه المخصصات. 8 معالجة الدين العام لكل من الطرفين وتقديم آلية مناسبة لسدادها تدريجيا. نحن الطرفين سواء في منطقة مثل القيادة العامة اللي هي ورقة وفزان، سواء في منطقة طرابلس، هناك ديون تراكمت على الدولة الليبية ما كثيرة، هذه الديون يجب أن لا تترك هكذا، وبالتالي هذه اللجنة عليها بمعالجة هذا الملف، ملف الديون الدولة الليبية. هذا كل ما جاء في هذا الاتفاق، ونحن رأينا الخروج حتى لا تصل للمواطن أي مغالطة أو أي أشياء مدسوسة. هناك أسماء على الفيسبوك أعضاء اللجنتين، وهذا كلام غير حقيقي. هناك اتفاقيات مكتوبة كأنها ورقة مضافة لهذا، وهذا كلام غير حقيقي. الحقيقي هو ما جاء في كلمة سيدي القائد العام وما جاء في هذه الورقة، هذا هو نص. حتى رأيت أني أنا ناخذه زي ما هو حتى تكون دليل قاطع على مصداقية هذه الاتفاقية. إذا الآن الليبيين اتفقوا على حل مشكلتهم بوضع أيديهم في أيدي بعض. هذه الخطوة تحتاج إلى عزيمة وتحتاج إلى إرادة، وتحتاج كذلك إلى رجال حقيقيين وإلى شعب حقيقي للخروج من مأزق قد لا يعلمه أغلب المواطنين. وهذا المأزق هو تضارب المصالح الدولية في ليبيا، وللأسف الخونة والعملاء الليبيين الذين يريدون تمطيط الأزمة الليبية حتى يحققوا أكثر استفادة وأكثر مكاسب من هذه الفوضى. لأن بقيام دولة هناك أشخاص الآن
على كراسي الحكم وعلى كراسي المسؤولية في بعض القطاعات سيعود إلى المقاهي للعمل في المقاهي، وسيعود إلى غسيل السيارات في الشارع، ولكن بقوة السلاح أصبحوا مسؤولين، وكل اللي بيعرفوا ذلك. ولكن بالإرادة الوطنية مثل ما قتلنا الإرهاب، مثل ما قطعنا دبرهم في بنغازي وفي درنا وفي الجنوب، ها هو اليوم يشهد يوم الفتح العظيم، فتح المساجد أمام المصلين الذين حنوا لهذه المساجد، وفتح قوت الليبيين أمام التصدير والتصدير وأمام العمل. وبالتالي نحن نعلن رسميا الاتفاق على هذا، على هذه الاتفاقية، ونعلن استمرارنا في الحرب على الإرهاب والجريمة، والاستمرار في الحفاظ على هيبة الدولة الليبية وعلى مقدرات الدولة الليبية، وعلى دولة تقوم على أسس وطنية وبأيدي وطنية، بعيدا عن أي شروط خارجية وبعيدا عن أي وصايا خارجية. ليبيا للليبيين فقط، وليبيا كدولة السلام ستكون لبقية دول الجوار ودول المنطقة الإقليمية ودول العالم منبع للخير ومنبع للسلام، وبورة بإذن الله تشع نورا وتشع بالسلام الذي يتطلع له كل الليبيين. هذا كل ما لدينا في هذا المؤتمر. الأخوة المواطنين، نحييكم على المتابعة، ونؤكد أن السيد القائد العام عمل على هذا الملف فترات طويلة جدا، ووصل إلى أقصى لتحقيق أقصى متطلبات الشعب الليبي، وهي متطلبات عادلة على فكرة. كل الليبيين سواء في الغرب سواء في الشرق سواء في الجنوب يتطلعون لتحقيق هذه المطالب، وهذه مطالب الليبيين جميعا. ونحن نعرف من سيرفض، من سيرفض هم الميليشيات المتغولة على بنك ليبيا المركزي، والمتغولة على شركات في طرابلس، والمتغولة على أصحاب قرى في طرابلس. وهذا الكلام ليس بالتسويق، يعني الساعات القادمة كفيلة أن تعطيكم إثبات ما صحة ما نقوله لكم الآن. أحييكم جميعا، ونبارك لكم هذه الخطوات، ونبارك لكم عودتكم للمساجد، ودائما توخوا الحذر لأن وباء كورونا خطير جدا. نتمنى لكم السلامة، نحييكم ونحيي كل أطبائنا وكل ممرضين طواقم الطبية الذين يعملون على مكافحة كورونا. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مشاهدينا، كما شاهدنا المؤتمر الصحفي للمؤتمر